عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم منتوجات تركيا. كيف كنقول لكم كالعاده كتوصلكم حتى لباب الدار بشحن مجاني باثمنه اللي هي مناسبه. بلا ما نطول عليكم غادي نبداو بال لي طابي اللي كيداروا في الحمام. هادو اولا فوط ديال الرجلين. عاود رجعنا لهذا الموديل هذا لانه في الفيديو اللي سبق ما كانوش بقاو هادو. هادو فوط كيتصبنوا في لاماشين. الشكل ديالهم زوين وكينشفوا. هانتوما كيفشوا معايا كاين هذا افتح منه ها هو كاين هذا اللون هذا كاين الزرق كاين الغوز هذا الغوز غامق وكاين حتى الغوز بارد كيف شفتوا. هانتوما نحاول نقرب لكم باش تشوفوا الطرزه اللي فيهم. وكاين الجري الجري بارد وكاين الجري غامق. ها هو السيل ديالهم كيف كيجي الشكل ديالهم زوين. هادو راه حتى انا كنستعمل منهم ومن اللور. ها نتوما كيف كيجي من اللور يعني الطرزه متقونه. ندوز دابا للارتي ديال السرير. عاوتاني جاوا هادو اللي فيهم اللوينات. هادو كيجيو للاستعمال اليومي شكيلات مختلفه. كاين الموف الوان فاتحين البيج. انا نحل لكم واحد باش نشوفوه كيف كيجي. هادو كيف قلت لكم كيجيو الاستعمال اليومي صبا ورد. بالنسبه للكين ديال 160 160 على شكون جاتنا. كين ديال 160 على 200 وكاين ديال 180 على 200. الوغ هادو هما المخدات ديالهم. هانتوما ولاستيك لي زارب لاستيك ديال جوج البلايص وكاين ديال بلاصه وحده. المهم انا المره جبت ديال جوج البلايص. هانتوما كيف كتشوفوا معايا ها هو لاستيك اللي كيتغلف به الناموسيه كيف كيجي. انا غادي نوقف نحل لكم باش تشوفوا السيت ديالو كيف كيجي. شوف معايا كيف كيجي. هذا راه ديال 160 على 200 وكاين هادو هذا راه كنقولو ليه باتان بوي الكبير. ها هو 180 على 200. تاهو نحلو لكم باش تشوفو الموديلات. كيجيو زوينين في الناموسيه وخا دابا مغاديش يبان لكم الموديل. شوفوا هذا وبالنسبه للبنات اللي شنو على المده شحال كيوصلوا هو نورمالمون راه كيوصلوا 15 يوم كي قلت لكم سيمانه كيوصلوا للمغرب السلعه ولكن كيبقاو شادينا واحد شويه كتدخل الديوانه. دابا ولا شويه ديال السكر على السلعه ديال تركيا. ماشي مشكل نحل لكم باش نشوفوه كيفاش داير. نوريكم المخاد ديالو ها هما يعني كتجي مخده هكا والمخده اللي حداها حتى هي كتجي على هذا الشكل يعني باش كيجيو بجوجهم فيهم نفس الستيل. فاش كيتفرشوا بطبيعه الحال عاد باش كيبان الموديل. المهم هادو فيهم موديلات وفيهم لوينات مختلفين وكاين ديال بلاصه وحده. خداو من عندي الناس ديال بلاصه وحده فيهم خده وحده والحجم ديالهم 120 على 140 اولا على 150 شي حاجه بحال هكا يعني وافيين كيغطيو الناموسيه مزيان. ما عرفتش ما حليتوش قبل ما نبدا الفيديو. نحلو لكم ماشي مشكل. هذا اللي في الموف وكاين لوينات مغمق كاين لوينات شويه غامقين. انا ها نتوما شوفوا معايا هذا تا هو زوين اللوين ديالو فاتح في هاد الوريضات هادو. وبطبيعة الحال 100% قطن. هادو كيف كنقول لكم غير ديال
الأعمال اليومية اللي كتصبنوهم هكا مرة في الأسبوع أو اللي شوفوا نتوما كتبدلي الفرج ديالنا النفسية فكتستعمليه. فوالا هذا لي زار ديالو. وكاين هادو ديالو ديال الصغار بقى لينا واحد نشوفو حتى هويا هادو راهم متوفرين او ها هو كيف كيجي هانتوما يعني فيه وجهه هكا وجهها هكا هو لازم. اما دابا فغادي ندوزو لزوج ديال الوليدات الصغار هما كيف كيجيو برسوم مختلفه. كاين هذا ديال السنافير كاين هذا ديال هذا اش كيقولوا له فروزن هانتوما شوفوا معايا كيف كيجي في الناموسيه. كاين هادو ديال هوتوي هادو ما كيكونوش دائما كاين الكوفر اليد ديالهم. وكاين هذا ديال هيلو كيتي انا غادي نحلهم ليكم. بالنسبه لهادو الحجم ديالهم 160 على 230 وبالنسبه للوساده ديالهم خده وحده فيهم 50 على 70 باي ستاندر ولكن لي زام ديالهم وافي كيف قلت لكم. النوع ديال الثوب ديالهم قطن 100% انا غنحل لكم الخده هانتوما شوفوا معايا كيف كتجي لي زام حلو ليكم. فوالا نوقف باش يبان ليكم هانتوما شوفوا معايا لي زار ديالهم كبير هانتوما كلهم هما هكا. نوريكم ديال فروزان كذلك يعني هادو هما الرسوم اللي فيهم اربعه هادو ما فيهمش السنسله هادو بحال هكا من الداخل هادو ديال إلزا وهذا لينزار نشوفو ديال هوت ويل شوفو معايا و ليزار ديال والاخر هو هذا ديال هاد السنافير هادو ها هو كيف كيجي وبالنسبة للوسادات عاود رجعت جبت هادو هادو اللي ما كيدخلوش الماء هذا كيدار تحت هاد المخدات اللي شفتو خصوصا الوليدات الصغار تحت هاد المخد اللي وريتكم مثلا كيداروا هادو ما كيدخلوش الماء
وكيتصبلوا باش كيبقى باش كتبقى المخده ديالكم نقيه. وايضا بالنسبه للناس الكبار اللي كيكونوا واخدين شي مخده ميديكال وهادو كيبغيو يحافظوا عليها فكيجيو هادو حتى هما الطاي ديالهم ستاندار 50 الى 70 ما كيدخلوش الماء. هانتوما شوفوا الصوره كيف دايرين واخا تكب عليه كاس ديال الماء يعني ما كيدخلش الماء. ها هي ديري لك هنايا ما كيدخلش الماء. واش الحلو ملي كنتوما تشوفوه لانه هادو سولوني عليهم وعاود بغاو هو كيف كيجي هو توب ولكن من الداخل داير بحال القلع. هانتوما شوفوا معايا الداخل ديالو كيف كيكون بحال القلع. هانتوما كيتصبنوا في لا ماشين وكلشي. وهادو راه كنت جبت منهم حتى الاغطيه ديال الناموسيه ديال جوج البلايص وديال بلايصه وحده الوليدات الصغار كيجيو حتى هما بلاستيك. المهم انا هادو حتى جاو تحت الطلب عاد داكشي علاش عاود خديت منهم. وهادو جاو الجوده ديالهم احسن من ديال ديك المره لانه ضافوا يعني زادوا غلظوا الثوب يعني جاني احسن وما زادوا فيهم شويه الثمن ولكن ماشي مشكل الجوده ديالهم مزيان. ايضا غادي نرجعوا للفاطي فاطي ديال اليد هادو راه فيهم اللوينات هادو اللي كيجيو. واخر شيء اللي غادي تشوفوه معايا هو الفواط. عاوتاني جبت من هاد الفوطات هادو كل واحد علاش كيستعملهم وهما على شكل فواط ديال البحر فيهم جوج ديال الواجهات كيف كتشوفوا. ها نتوما ارجع لكم هو باش يبان كاين فيهم لوينات مختلفين. نشوف لكم الموديلات الاخرين كاين هذا موديل جديد هانتوما شوفوا معايا راهم كبار فوالا فيهم جوج ديال الواجهات وهادي راكم كتوريتكم بحالها تقريبا صافي. وهذا الشيء اللي كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشارك معكم مجموعه كبيره من الاغطيه ديال الطبلات وحتى كميه كثيره بغيت نخليها في فيديو خاص بوحدها. هذا الشيء اللي كاين دابا بالنسبه للاغطيه ديال الوليدات الصغار هما اول مره تشوفوا معايا في القناه. هادو الموديلات اللي شفتو كاين الكوفر لي ديالهم كذلك ديال هاد الرسوم بربعه اللي شفتو معايا هاد الانواع ديال الرسوم. وهادشي اللي كاين نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. فيديو خفيف ظريف غير باش ما نغبرش عليكم وتشوفوا ايضا الجديد. بالنسبه للاثمنه والتساؤلات ديالكم فكنجاوب عليهم عبر رقم الواتساب اللي غنخلي لكم لتحت في الكومونتير وغنخلي لكم ايضا في صندوق الوصف. وبالنسبه ايضا الناس اللي يعني كيبغيو يتواصلوا عبر الانستغرام فتما غادي تشوفوا الصور غادي تشوفوا الاسمنه تحت الصوره مباشره. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.